السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شارك. وموضوع النقاش الليلة على موضوع مهم جدا وطرحناه فيما قبل، وهو موضوع انقطاع التيار الكهربائي. وسؤالنا: من يتحمل مسؤولية استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي؟ وأيضا إذا ما كانت هناك عدالة أصلا في توزيع الأحمال أو في طرح الأحمال بين المدن الليبية؟ هذا السؤال، سؤال حلقتنا، موجود على الشاشة الآن. يمكنكم المشاركة معنا عبر متابعتنا على البث المباشر على صفحة القناة على فيسبوك، وكذلك عبر الاتصال على الأرقام التالية على الفايبر 094-466-5680، وكذلك على الرقم 094-466-5681، وعلى الأرقام الهواتف 021-33-47-401، 021-33-47-402، وأيضا 021-33-47-403. قمنا بإجراء استطلاع للرأي على عدد من المواطنين في العاصمة طرابلس. طبعا كان المفترض يكون معنا استطلاع رأي من مدن، أو قمنا بإجراء هذا الاستطلاع من مدن عدة، منها زليطن والزاوية وزوارة بالإضافة إلى طرابلس، لكن لخلل فني لم نتمكن من عرض هذه الاستطلاعات. نشوفوا آراء بعض المواطنين من العاصمة طرابلس حول هذه الأزمة. والله شو نقول لك، هي الترشيد أول شيء، بعدين نبدأ معالجة السبب. في حلقة مفقودة، يعني الضي يمكن من انقطعش. أنا في بيتي الأيام الأولى 3 أيام على بعضهم ما انقطعش، وبعدها قاعد ينقطع. شنو السبب؟ يعني شنو يخلي السبب ينقطع؟ شنو هو اللي يخلي الكهرباء ينقطع؟ يعني لابد في خلل، في خلل في خلل في خلل مش مفهوم شنو هو. يعني ضروري هو هذا اللي معالجته. ثاني شيء محاسبة مدراء الإدارات. ثاني شيء الأهم من ذلك اللي هو وعي المواطن. نجي نحط قمامة بجنب محول كهرباء، أو ونولع فيها نار، أو محطة الكريمية اللي سوجك مش عارف شنو يقولوا فيها، قمامة على دخان، على ضرب فلاترة، هذه كلها تكلف ميزانية الدولة، تكلف الشركة. والله ولي التوفيق. أول حاجة أنا نشبح فيها قصدي كثرة خنبة شو اسمها خيوط الضي اللي هم نحاس، ويتوا يديروا في خيوط مش نحاس، يعني خيوط نحاس مخلطات بألمونيوم ومش اللي ذات القيمة بتاعت اللي توفر الكهرباء. ثاني حاجة السبب هذه الصراعات اللي تصير، القصص السياسية والحاجات هي هذا، كل زوز مجرد زوز يتعاركوا يضربوا بال للضي وتنقطع الجهة كلها. يعني هو الخلل صدقني في المسؤولين قبل كل شيء، يعني هو سوء إدارة في الكهرباء لا أكثر ولا أقل بالدرجة الأولى. لو في إدارة كويسة ما تكونش الكهرباء كده، لأن يعني البلاد يعني شبه مصانع واقفة، ناس متهجرة، يعني ثلاث أرباح يعني استهلاك ما فيش، لكن هو سوء إدارة. وبارك الله فيكم وإن شاء الله والله حل أكيد، يعني تتغير الإدارة أكيد أكيد تتغير الإدارة. الخلل في الحكومة نفسها، هي الخلل في الحكومة نفسها، ورا ما نقدمش عليك، حتى احنا راه مساهمين في الخلل هذا، يا راه ما فيش حد يعني ماشي صح، كلها خاطية زي الحكومة زي الشعب، والله كنا خاطئين. الأزمة الشعب كله يدعو على أساس أنها مفتعلة، والحل بعيد، تجار نازلين فيها، مولدات، مصرف الأمان دار دعاية المولدات، في واضح أن الأزمة مفتعلة. طيب، تابعنا هذه العينة من الآراء لعدد من المواطنين في العاصمة طرابلس حول هذه الأزمة. أرحب أو أستقبل أول اتصال من عبد الله من طرابلس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا عبد الله. محمد، لاباس عليك، أخبارك كويس؟ الحمد لله بخير، تفضل. بنشكر الدعاء الطيب هذه، ونشكر الله شهدانا وشي جرحانا إن شاء الله. اللهم أمين يا رب. نعم، تفضل يا سيد عبد الله. بنشكر فضيلة الشيخ صادق الغرياني، وعلم دكتور إن شاء الله. والله نزلة الكهرباء هذه مشكلة قديمة، يعني مش من توه، يعني مش الكهرباء، يعني كان المفروض يكون محطات بخارية، في طاقة شمسية. الو
نعم نسمع فيك يا عبد الله. في الطاقة الشمسية يعني في دول ثانية زي ما قال محمود عبد العزيز في الطاقة الشمسية احنا بلادنا كلها شمس يعني شادنا شهر واحد شتيم يعني. علاش ما نجوش محطات مثلا للطاقة الشمسية؟ شو بتكلف يعني؟ أكيد نجيب كل حاجة أعطيه. طيب من اللي يتحمل المسؤولية يا عبد الله في رأيك؟ يتحمل الشركة العامة للكهرباء يتحمل المسؤولية أول حاجة. مش المواطن، الشركة هي نفسها. تمام. أنا نومي على الشركة ونومي على السراج في نفس الوقت. انت قلت السراج باجي هنا قال لنا 100 يوم 100 يوم وندير كل شيء، هذا كلام قال، هذا كلام سمعناه احنا في التلفزيون، قال 100 يوم ان شاء الله نرجع على الكهرباء. وين السراج هذا من الكلام هذا انت؟ واضح جدا. انت طيب. المسؤول السراج المسؤول، انت المسؤول الاول، انت مسؤول على الكهرباء ومسؤول على الحفتة جاي من غاد من غاد وجا لهنا. طيب مسؤول على طيب يا عبد الله مسؤول، مسؤول على المي الاستاذ بالمي اللي في شبهه. كم ينقطع عندك الضي يا عبد الله؟ انت عندي ب 12 ساعة تو الضي يصير 12 ساعة في أي منطقة يا عبد الله؟ في طريق السور هذا، في طريق السور يهرب ويجي يمشي ويجي الضي. تمام بارك الله فيك. يحرق اسمها المكيفات. شكرا شكرا يا عبد الله. شكرا لك يا عبد الله بارك الله فيك. أم محمد من جدابية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحييك أستاذ محمد ونحيي الأخوة القائمين على القناة الرائعة. حياكم الله أهلا وسهلا. تفضلي يا أم محمد. أستاذ محمد بالنسبة للضي عشان الواحد ما عشان يعني ما يجيني أنا المنطقة الشرقية كون كان يقول يدفع يقول لي كيف تجي الحرب الصدق بالنسبة اليوم ما قفش بالنسبة للزيد يعني مش عارفة المدن الأخرى حسب ما سمعت من المدن الأخرى يدفع 10 ساعات حسب ما سمعت يعني من بنغازي وأنت لسه غادي يعني لسه ترى حسب ما سمعت إن لقاء بس لكن بالنسبة للزيد اليوم ما قفش نهائيا بالنسبة للأمس من 10 ل 12 صحيح يعني صدق يعني لكن الفترة اللي فاتت الشكل كان يقطع هي يعني الوحيدة ممكن ما يقطعش على زي أكثر هي أكثر زاد يعني ممكن الزاد اللي محطة طيب في الغالب عندكم ساعتين يعني يا أم محمد لا بالنسبة للزاد لكن أنا بديت أقول لك مطرح شرقية بالكامل لكن نعم نحكي على جدابية نعم عارف من جانبك يا أستاذ محمد بالنسبة لليوم الحد ما قطعش بالنسبة للأمس ساعتين أولا 3 ساعات الصدق يعني اقصى شيء 3 4 ساعات بالنسبه للجاديه انا حسب ما انا نسمعت من الناس من الخارج في رايك من يتحمل المسؤوليه هذه مسؤوليه الانقطاع المتكرر تو في جدابيا الوضع يعتبر كويس لكن في العاصمه مثلا او بعض المدن الاخرى يعانوا يعني الاخ اللي كان معنا 12 ساعه من يتحمل المسؤوليه؟ الصدق بالنسبه للعاصمه او المنطقه الغربيه وخاصه العاصمه يعني المفروض الصدق يعني المفروض كل شيء متوفر فيها لا لشيء الا لانه تحسب الدولة هي يعني وعدد سكانها متجاوز 3 مليون بالنسبة للي أنا نقول لك السراج أنا السراج غرقنا في حاجات واجدة بصدق مش غير الكهرباء أغلب المشاكل اللي تصير أنا السراج نقص فيه ومؤيدة له في نفس الوقت ولكن نعم. في حد الواحد يقول السراج ضيعني شكرا شكرا يا أم محمد شكرا لك يا أم محمد بارك الله فيك محمود السلام عليكم يا محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا يا محمود الحال فاعلة بس الحمد لله شن اخبارك تمام ان شاء الله البرنامج ازمه الكهرباء هذه اللي صايره في البلاد هذه كلها في طرابلس قلنا خاصه طرابلس هذه تسمع فيها نعم نسمع فيك تفضل يا سيد محمود من يتحمل من يتحمل المسؤوليه هذه مسؤوليه الازمه هذه لا خلينا نتحمل المسؤوليه علاش طرابلس بس لا قبل نجول طرابلس بس أنا سألتك من يتحمل المسؤولية من المسؤول على تقديم هذه الخدمة من المسؤول في التقصير على هذه الخدمة طبعا المسؤولية استقرار البلاد راهو كان البلاد مش مستقرة راهو هذه حشاش الخنبة هذه للتوابل والعبث بالمنشآت الكهربائية هذه كلها لها تأثير على الواحد ما دام ما فيش قانون رادع للأشكال هذه اللي حشاش تخلف المحولات والمولدات طيب شو الوضع عندكم في نالوت يا محمود؟ لا لا احنا الحمد لله لا بس عليهم احنا كواش في بيت في الصقاع ما يصيرش هذا احنا بجنب المحطه احنا يعني يعني تضيع عندكم اموره طيبه ما يقطعش عليكم تمام احنا الحمد لله احنا الحمد لله يا سيدي نعمه دائما ان شاء الله الناس اللي حشاش تخلف الحاجات هذه درنا لهم رادعه احنا لكن في طرابلس يشبعوا فيهم عين عيني هيك يقصوا في الخيوط وما يكلموش فيهم. ما دام فيه امن ما دام ما فيش امن وما فيش قوه رادعه لل طيب يا محمود بارك الله فيك، يعني يا محمود انتم في نالوت قلت لي ما يهربش بكل الضي واضح جدا شكرا لك يا محمود والموضوع في رايك انه هو سيطر على الاعمال الجراميه ضد المنشات الكهربائيه. عبد الباسط مغريان السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم يا اخوي محمد. اهلا وسهلا سيد عبد الباسط. يا اخوي عبد الباسط، احنا الكهرباء هذه خلاص تعودنا عليها، الكهرباء تعودنا، خلاص تعودنا عليها الكهرباء. احنا تو نبغى الخبز والماء، احنا نبغى الخبز والماء تو يا محمد، ما عادش نبغى الكهرباء، نبغى الخبز والميه. احنا حتى الخبز والميه ما عادش لاحقين احنا. وين الرواتب؟ وين احنا الناس يا محمد؟ الناس عايشه رابط باعراض علاوه رباب الاسر. الناس السنوات الاخيره هذه الناس راهي عايشه بعلاوه رباب الاسر، مش ما فيش واحد راهو عايش بالمعاش نتاعها. كيف يا محمد؟ هي غير الكهرباء، هي وين الناس؟ راهي جعانه، الناس جعانه، الناس الميه والناس والخبز ما عادش لاحقين الخبز. واضح. انا محمد انا افخر اني اول من وصفها ثوره فبراير بثوره الدراويش. انا اول من وصفها بثوره الدراويش، لانها ثوره سلمت دارت ثوره وسلمتها للازلام. سلمت الثوره سلمناها وسلمناها للازلام اللي يقود في البلاد يا محمد، اللي يقود فيها الازلام والخضر اللي يقود في البلاد. واضح يا عبد الباسط، فعلا موضوع مهم جدا، موضوع الرواتب. وان شاء الله يعني يكون الحلقه الجايه لو يعني قدر ربي ان شاء الله الحلقه الجايه تكون على الموضوع هذا. بس انا بنسالك، الوضع في غريان، وضع الكهرباء في غريان، الشعر جاع توا في العشر سنين. نعم يا عبد الباسط، قلت لك ايام النظام السابق الشعر مجاعة. لا مش ايام النظام السابق، معلش يا عبد الباسط، في موضوع الكهرباء بس، شنو الوضع في غريان؟ ماذا الكهرباء بس 7 ساعات يا محمد؟ سبع ساعات احنا الميه يا محمد، الميه ما عادش عندنا ميه. تمام الميه بس الكهرباء، معلش بس قلت لي 7 ساعات. ايه. طيب في رايك من يتحمل المسؤوليه يا اخوي عبد الباسط؟ كنت حمل الشعب الليبي اللي قاعد ساكت يا محمد. هل تعلم يا محمد ان النواب البرلمان يا محمد، نواب البرلمان اصبحوا من اصحاب المساكين، نواب البرلمان. شكرا يا عبد الباسط، واضحه رسالتك فعلا، يعني شكرا لك يا عبد الباسط من غريان. محمد، السلام عليكم يا محمد. السلام ورحمه الله. شو حالك استاذ محمد؟ الحمد لله بخير، كيف اخبارك؟ تمام ان شاء الله. بارك الله فيك وفي قناه الثوار والابطال، نشكرك على البرامج القيمه. بارك الله فيك، حياكم الله، اهلا وسهلا بك اخوي محمد، تفضل. جزاك الله خير ان شاء الله على البرامج الطيبه. امين واياكم يا رب. المسؤولية أستاذ محمد تحملها بالنسبة للكهرباء، نقول تحملها الجميع، يعني الحكومة والشعب، لأن نخلقوا في الطاغوت، يعني الطاغوت اللي فيه من أسامي من العهد الأول، يعني اللي ماسك الكهرباء. أستاذ محمد اسمع فيا. نعم. إحنا نخلقوا في الطاغوت لما يقعد شخص ماسك، إن كان 10 سنوات و 15 سنة، يعني إحنا نزيد نشجع في الأمور هي، يعني المفروض تتغير، ما فيش حاجة تدوم لله سبحانه وتعالى. واضح. طيب انت حضرتك من غريان يا محمد صح؟ طيب الوضع عندك كيف في المنطقه اللي انت فيها الكهرباء؟ والله زي ما قال لك اخوي عبد الباسط اللي قبل، يعني 7 ساعات 8 المده اللي فاتت توصل حتى 12 ساعه يا محمد. الله المستعان. طيب بارك الله فيك يا اخوي محمد، كان فيك الله بارك الله فيك. شكرا لك يا محمد. شكرا محمد. من معنا شباب؟ فرج من طرابلس، السلام عليكم يا فرج. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيد فرج، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخوي فرج. والله انا يعني مشكله الكهرباء هذه بصراحه ما عادش مش عارفين كيف يديروا معها. الان احنا الساعه 6 الصبح. الساعه 6 الصبح. الو. نعم يا فرج، الساعه 6 الصبح شنو صار؟ من الساعة 6 الصبح إلى عند تو 8 مساء، 14 ساعة وما جابوش يبكوا الضايق. تو مازال ما فيش ضي يعني. إيه وتو لما جا أنا من سكان بالخير، وتو لما جابوه يفتح ويسكر، تقول واقف على السكينة نفسها. ما عرفناش كيف احنا، والله ما عاد عرفنا. 14 ساعة. الله المستعان. هذا في منطقة بالخير يعني. ايه في منطقة الخير قدام النادي بالضبط. لا حول ولا قوة الا بالله. إيه. طيب في رأيك من اللي يتحمل المسؤولية إذا كان عندك رسالة يا أخوي فرج؟ يتحمل المسؤولية، أنا مسؤوليتي حاجة واحدة نبي. أنا مش أنتم تديروا يا سيدي إن شاء الله 10 14 6 8. أنا لما يجيني دوري مثلا في 6 8 ما تفتحش علي وتسكر. ضرب لي ثلاجة وضرب لي فريز وضرب لي مكيفات، كيف ندير في الحالة هذه؟ حول ولا قوة إلا بالله. كان الله في عون الجميع. شكرا لك يا سيد فرج من طرابلس. صابر من طرابلس، السلام عليكم يا صابر.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا سيد صابر. نهارك طيب أخوي محمد، أنت الزملاء على قناة التناصح، وبارك الله فيكم على المجهود الطيب. بارك الله فيك. بالنسبة للكهرباء هذا مشكلتها مشكلة يا أخي، مع هذا حتى من أيامات المقبول كنا نقولوا الكهرباء عندنا زيادة، نعطوا بالي تونس ومصر ويعتبوه بالزايد. هذا معنا أبو كراعة هو قاعد هو رجل فص الكهرباء والمخدمة مزين بالقبيلة المقيتة، وهذه ضروري بعد تطهير بإذن الله ليبيا حتى تطهر المؤسسات من المؤسسات الإداري والأخلاقي. سبحان الله ما يبوش يغيروا هذا، هذا ضروري عندهم يبدأ قضاء وسلطة كهربية تكون ولاء لله ثم الوطن. أخي محمد معقولة طيب. كيف ما قالت الأخ هذا مدعم الواحد يولع في التاك ويسكر يولع ويسكر الانكفات الكبيرة. سبحان الله جميع منكم عشر مبارري نعرفهم أنا البريزات ونضرب بتاع الحمى بتاع العيد بتاعهم، من يخلصهم هذو؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم أمال فاسدين اللي قاعدين فيه. بارك الله فيك، شكرا لك يا صابر، شكرا لك صابر من طرابلس. حافظ عبر الفايبر، السلام عليكم. قبل لا ناخذ حافظ، في عندنا بعض التعليقات. سعاد تقول يجب إقالة وزير الكهرباء، هو ما فيش وزير الكهرباء، هو في إدارة للشركة العامة للكهرباء. أيضا تقول إذا فشل الوزير في عمله وجب تعيين وزير جديد ومراقبة والمراقبة من جهات رقابية على المدراء والموظفين في محطات الكهرباء. طيب في عندنا أبو محمد الحافظ الليبي يقول زليطن 14 ساعة مفتعلة لكي يجعلونا نكره فبراير. خديجة اسماعيل تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. في عبد الوهاب يقول مش عارف، يتساءل عن العدالة في طرح الأحمال، ويقول أن السبب هو الحكم أو الحكومة الفاشلة اللي لها 4 سنين وأكثر وما عندهاش أي إنجاز يذكر. طيب ما زلنا نتابعه في تعليقاتكم على البث المباشر. حافظ السلام عليكم. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. الحمد لله بخير، أهلا وسهلا. والله الكهرباء مشكلة كبيرة بكرة إن شاء الله. من أي مدينة أنت يا حافظ؟ أنا من زليطن يا محمد، من بلادك، أنا من مدينتك. أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بك وكل أهلنا في مدينة زليطن. هلكونا واجد هذوم الشياطين. كم يقطع عنكم يا أخوي حافظ؟ يقطع بال 14-15 ساعة، هذه أقل شيء. 14-15 ساعة أقل شيء، تو الآن نطفي من الصبح، أعطونا ساعة بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في رأيك من اللي يتحمل المسؤولية يا أخوي حافظ؟ هذول الخضر أولهم، والقرامطة والدولة الإمارات كلهم هذول حافظين كيف ما حافظ في بصر كلهم. طيب يا حافظ. طيب بارك الله فيك يا حافظ، شكرا لك. حافظ بن مسعود من زيطن. أبو بكر عبر الفايبر، السلام عليكم. أبو بكر من بنغازي، السلام عليكم. السلام عليكم يا أبو بكر. عبد المطلب من الخمس، السلام عليكم يا عبد المطلب. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا عبد المطلب. السلام عليكم. نقص تلفزيون يا عبد المطلب، أهلا وسهلا. أستاذ محمد شعب عرف من جانع ثلاثة، أهلا وسهلا بارك الله فيك. والله لازم تضيع هذه أول حاجة الحكومة تحمل مسؤولية وحتى جزء من الشعب، لأن تضيع من تعالى من رأس جدير لا قريبة حدودها، هذا كل اللي خلوا في الضيع مولوع في الليل الزام، هذا ما عندهم محلات على الطريق في اللي داري 100 لمبة تخلي بالعاني، هم الزام يمللوا في الشعب الليبي بيكرهوه 17 فبراير الحكومة هذه الدولة العميقة. طيب يا عبد المطلب. نعم. أنت في مدينة الخمس توا صح؟ طيب احنا يقولوا لنا او في هيك على الفيسبوك وكذا، وبعض المدن تشتكي ويقولوا ان الخمس ما يقطعوش عليها الكهرباء، وحتى لو قطعوه الكهرباء يعني لانهم ضغطين على الشركه يخلوا فيه ساعتين او ثلاث ساعات. فلو توضح لي اليوم وامس او على الاقل في الاسبوع هذا كم يقطع الضي عندكم؟ والله يا استاذ محمد كيف شيء، انا مانيش نص ساعه بالساعتين زي ما قال الاخ يقطعوا يفصوا فيه علينا مرات 10 مرات، يفصل ويرد مرات 15 ساعة. الوضع هذا كله مرات حتى يوصل حتى 15 ساعة في بعض المناطق، في مناطق يعني جنبها الساحل بتاع الغزيمة، حتى الغزية مرات 15 ساعة. ما
مشكلة والله مشكلة. دولة غنية واحدة وقاعدين مع القاعدين الخمش اللي بتاع المقبورة هذوما بيشقدوهم ما يريحوناش هذوما يمللوا فينا هذوما تصفيتها الكهرباء كله الدولة العميقة الإدارة الداخلية ياخذ معلومات من بكرة على العميل والشراج دايرين المستشار بتاعها مع السوق بتاع الإلزام تبي يصير الأخير هذوما واضح يا عبد المطلب. شكرا لك عبد المطلب من الخمس. معليش يا عبد المطلب بس نبغى ناخذ وقت الاتصالات. في معنا زينب لكن قبل زينب سمية عبد التركي تقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم نسأل الله أن يعجل بهلاكهم يا رب العالمين. معقولة 12 و15 ساعة يوميا في منطقة عرادة سوق الجمعة. تفضلي يا زينب. السلام عليكم. السلام عليكم كيف حالك أخي السلام محمد. الله أهلا وسهلا بك. الحمد لله كل سنة وأنتم طيبين. والله بنتكلم على مشكلة الكهرباء. مشكلة الكهرباء طبعا يتحمل مسؤوليتها المواطن يتحمل مسؤوليتها المواطن ويتحمل مسؤوليتها الحكومة لأن طبعا كل ما بتتصلح محطة بيفسدوها الناس اللي هم المشاغبين هذول. ما فيش عقاب وما فيش رابع ليهم الناس هي طالما ما فيش لهم عقاب وما فيش رابع معناه بيتمادوا في الأمور هي. في أي مدينة موجودة أنت يا زينب؟ المية بتتقطع بنقعد بالأربع أيام والخمس أيام ما عندناش مية. في أي يعني مدينة يا زينب؟ لا كهرباء ولا مية الاثنين. لازم كل من بيعم بيفسد حاجة لازم يتحاسب وتحاسب حسابير عشان يكون نبغى الغير يعني. طيب شكرا لك يا زينب. يعمل كده مرة تانية. أتمنى أن تكون رسالة وصلت المحاسبة إذا مطلوبة. زينب عبر الفايبر شكرا لك. إسماعيل السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك سيد إسماعيل. نفس موضوع الحلقة لموضوع الكهرباء. تفضل أخوي إسماعيل. نعم. أول طبعا كيفية إصلاح الإدارة العامة أو قصة الكهرباء بروحها تحتاج يعني إلى سنوات في ليبيا يعني وفقا للوضع اللي نشوفه فيه يعني ما يجيش بين يوم وليلة مثلا. الشيء الآخر يثبت أن مشكلة الكهرباء مشكلة عامة لليبيا كلها يعني ممكن هذا فيه رد على بعض الأشخاص اللي يقولوا أن المنطقة. طيب يا أخوي إسماعيل في طبرق كيف الوضع عندكم غادي يا أخوي إسماعيل؟ السلام عليكم. نعم يا أخوي إسماعيل تسمع فيك؟ نعم نسمع فيك. سألتك الوضع في مدينة طبرق كيف يعني وضع الكهرباء؟ لا هو الإطفاء على ليبيا بالكامل لكن في المنطقة الشرقية يعني لو نقارن بعدد ساعات الإطفاء معنا ما يش مقارن يعني هو الضي يطفى على ليبيا كلها بس في المنطقة الشرقية أفضل مش نفس المنطقة الغربية. المنطقة الغربية يعني وضع مأساوي بلك الوضع الكهرباء لكن المنطقة الشرقية ممكن 7 ساعات 8 يعني لكن شفناه في المنطقة الغربية يعني الوضع أصعب. وبالنسبة لإصلاح قصة الكهرباء تبيلها سنوات يعني تبيلها كم سنة مش اللي يقول لك اللوم على المواطن هو ممكن اللوم على لكن هذا حق المواطن وصل الكهرباء ما تقولش هي خدمة أساسية المكيف معاش تولع السخانات معاش يعني لكن إن الأزمة على ليبيا كلها مش شكرا مش شكرا أخوي إسماعيل من طبرق بارك الله فيك. الأزمة إذن عن ليبيا كلها مع فارق الساعات بين بعض المناطق. علي من بنغازي السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا يا علي. أهلا وسهلا كيف حالك يا سيد؟ تفضل يا أخوي علي. الله يرحم والديك. مشكلة الكهرباء في ليبيا لو كان الليبيين يتوحدوا ويحطوا يدين في يدين بعضهم والقيادة العامة على تفريج الدفعة 58 ويطلعوا بيانات بكل شجاعة حنفتكوا من مشكلة الضي وحنفتكوا من مشكلة الواجدة حتى تقدر توفر الأخوان المسلمين يدوروا وين يطيروا. موضوع الكهرباء الليبيين قال لكم عند القيادة العامة أخونا علي من بنغازي فأزحفوا للقيادة العامة خلوا تحز هالمشكلة هذه مشكلة الكهرباء. كلكم الناس اللي قالوا لي ساعتين و12 ساعة و14 و15 عليكم بالقيادة العامة زحف على القيادة العامة تنتهي مشكلة الشركة العامة للكهرباء. طيب من معنا؟ عبد الفتاح. السلام عليكم يا عبد الفتاح. نعم يا عبد الفتاح. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. حياكم الحي إذاعة الطناس. الله يفيدكم على البرنامج الطيب بارك الله فيك. حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ محمد. والله مشكلة الكهرباء أستاذ محمد هي قديمة حديثة. نحن حققنا في هذا الموضوع كنا في كحراك وطني لتصحيح المسار وكانوا معنا مهندسين ولكن في يد خفية في الموضوع. هو ما يحبك في يعني دولة الإمارات والأردن وكذا وغيرها كلها تمديد تكريه للشعب الليبي في هذه الثورة المباركة ولكنهم والله لن يفعلوا شيئا لأننا صممنا على بناء دولة على دستور على قيام دولة مدنية
ولا نفلح حسابنا. هي شوية صبر وتنتهي هذه المشكلة بإذن الله، ما هي إلا أيام قليلة وإن شاء الله تكون منتهية بإذن الله. بارك الله فيكم على هذا البرنامج. شكرا أستاذ محمد. شكرا أخوي عبد الفتاح، بارك الله فيك. بلال من المرج، السلام عليكم. السلام عليكم يا بلال. السلام ورحمة الله. مرحبا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أخوي بلال. مرحبا. تعليقك بخصوص موضوع الكهرباء يا بلال وكم والله مشكلة الكهرباء هذه نعانوا منها في ليبيا كلها بإذن الله. معاناة واحدة. طيب موضوع الكهرباء. والله موضوع الكهرباء في ليبيا كلها نعانوا فيه. حرقوا علينا بريزاتنا وحرقوا علينا دلاجاتنا، ما في حاجة وما حرقوا علينا. الله يحرقهم كما حرقونا. شكرا يا بلال من المرج، شكرا لك. المعاناة واحدة في ليبيا كلها. حياة من الخمس، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بتكلم على تحية طيبة لك كل عاملين معك في بولنا. بتكلم على مشكلة الكهرباء ولا أنا نقول كيف ما قال اللي قبلي، هي مشكلة قديمة حديثة، هذه منتهت غناية، هذه نهائي. المطلوب أن وشكون نحمل نفسنا إحنا الشعب، كيف ما عندنا طوار على الجبهات يكونوا طوار داخل البلاد داخل باهي. المفروض ان الشعب كله ينتفض انتفاضه احتضار عندي افضل من الموت البطيء اللي قاعد يمر بي. مره ميه وكهرباء لبنزين لكل مره طالعين بحكايه كفايه. يا سلام الحكايات المؤلمه هذه، وبارك الله فيكم ميزان حسناتكم يا رب. شكرا. شكرا يا حياه، بارك الله فيك. عبد الحميد من زليتن، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مساء الخير، اهلا وسهلا. ماشي الحمد لله. تفضل يا عبد الحميد. طرح الحمال ليش مش مساوي بين المدن؟ أمس احنا في زيتنا لا 18 ساعة. هذا أمس يعني. في مدن ساعتين بس. قصدي كيف الحل؟ ولا كل واحد يميليش يسكر وين ما في محطة يقول له ما عادش تهرب علي ولا شنو؟ طيب في رأيك مين اللي يتحمل المسؤولية يا عبد الحميد؟ مسؤولية الأزمة هذه؟ لا يتحمل المسؤولية جهات أمنية وكذا، غير كان في تنسيق ترى حمال على الأقل راه كل مدينة خمس ساعات بس. مش كل مدينة واحدة 16 واحدة ساعتين، لأن أنت كل لا عند الشباب يجوا سكر المحطة تفطر الضي لا بعد ساعتين مشكلة راه الحق والله جهات أمنية بلون. طيب يا عبد الحميد بارك الله فيك وكان الله في عون الجميع. شكرا، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير يا عبد الحميد. محمد عبر الفايبر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك، تفضل. يومك طيب إن شاء الله. ويومك إن شاء الله، بارك الله فيك، أهلا وسهلا. لا لو تكرمت أخوي محمد أعطيني مساحة بسيطة بس لو سمحت. حاول في عجالة بس لأن في عندنا اتصالات. إيه يا بس إيه بارك الله فيك، الله يخليك. المسؤولية عليه رئيس مجلس إدارة الكهرباء ومدير التنفيذي والزمرة الفاسدة. نقطة أول السطر، ما فيش في الشركة اللي هم لازم يعوا إن اللي حطهم في الكرسي طورة فبراير. وطلعنا احنا قداش يوم قدام الرئاسي ولا بيشبحنا وقاعدين مستمرين في الاعتصام السلمي. لازم يلهو للشعب، لازم رأي الشعب يكون له تأثير. ما همش خير من غيرهم. معقولة تو رئيس المجلس التنفيذي قال لي استلمت شركة 2016 ومخزنها فارغة وما فيهاش قطع غيار. يا سيدي اطلع، لماذا أنت قاعد في الكرسي؟ خلي المساحة لغيرك. لوبيات يا سيد محمد، احنا قاعدين اعتصامنا سلبي. وبارك الله فيكم ورب يحفظكم إن شاء الله. شكرا لك يا أخوي محمد. علي من مصراتة، السلام عليكم. السلام عليكم يا أخونا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا سيد علي. ليتك سعيد إن شاء الله وإن شاء الله طيب يا رب. إن شاء الله يا رب وإياكم، بارك الله فيك. تفضل يا أخوي علي. فيك بارك. والله مشكلة طبعا موضوع الكهرباء هذه مشكلة معقدة، مشكلة والله مشكلة صعبة جدا. هو طبعا الحمال مرات 6-7 ساعات، والمشكلة مش الحمال بس يا شيخ محمد. المشكلة مرات تجي الحمال بعد يجيك طيب ينبط من الخيط بتاع القديم هذا اللي من قبل ايام ملك ادريس، ان المنظومة كلها تشتغل من ايام ملك ادريس، ينقطع الخط ارجع الفني بيجي يصلح لك ويجي يصلح لك يجي الحمال من جديد. والله مرات تجي 14 ساعة ومرات 13 ساعة، لكن المشكلة ما لاش حل الا والله الا لا اله الا الله محمد رسول الله. الواحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. بس السبب الرئيسي يا اخوي محمد هو اللي جاب الإدارة هذه ولعين هذه الإدارة هو سبب رئيسي. والله شكرا. أنا شك أن مؤامرة كبيرة على 17 فبراير من بدايتها، ولكن إن شاء الله ربي اللي سبب هذه المشكلة إن شاء الله ربي ياخذها يا رب. واللي جاب الإدارة هذه هو سراج، واللي جاب وزير العدل هو سراج، واللي جاب وزير الأوقاف هو سراج، واللي جاب حفظ الجنوب طرابلس وأعطاه الشفرة وأعطاه سبها هو سراج. هي بيمشي يفاوض. شكرا يا أخوي علي. علي من مصراتة، شكرا لك، بارك الله فيك. علي من توكرة، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخوي علي. كيف حالك؟ أهلا وسهلا بك. من يتحمل مسؤولية الأزمة اللي موجودة حاليا في موضوع الكهرباء؟ والله بس الأزمة هذه معنا كان من زمان، يعني من تقريبا من بداية فبراير ونحن نفس الأزمة ما انحلتش بك. لا هي للتصحيح من 2008 أزمة الكهرباء في ليبيا. نعم؟ قلت لك أزمة الكهرباء من 2008 في ليبيا. من لا من 2008 بس هي حلول، يعني مش مجرد مشكلة كيف الآن. يعني الآن يعني يقل حاجة، يعني زمان ممكن ساعة ونص يعني ضيق يقل حاجة في دولة وهي، لكن الآن من 2011 نحن حقيقة هذه الحل الوحيد الكهرباء، يعني ما زينش حل بس يعني ممكن في المنطقة الشرقية احنا هنا ممكن اقل ممكن بساعات بس قليلة، ممكن ثلاث ساعات اربعة خمسة. المشكلة في العاصمة يعني شوفوا فيهم حتى على الانترنت يعني. طيب في رأيك شو الحل يا اخوي علي؟ الحل هو شوف يعني الكهرباء، يعني لازمة الكهرباء في ليبيا ممكن اذا كان الشعب توحد وشافوا المشكلة بدل ما يتصارعوا ما بيناتهم. شوفوا الكهرباء احنا عندنا مشكله في الكهرباء، يعني نفط هذا كله ما فيش شركه يعني تميزنا حتى في الكهرباء. شكرا. شكرا لك يا علي، شكرا لك، بارك الله فيك. بدر عبر الفايبر، السلام عليكم يا بدر. الو السلام عليكم، مساء الخير اخوي محمد. اهلا وسهلا بك، مساء الخيرات، اهلا وسهلا. مسي عليك وعلى المشاهدين وعلى الكادر اللي معك. بارك الله فيك، تحياتنا لك، تفضل يا بدر. والله موضوع ذو شجون يعني الكهرباء اخوي محمد، احنا كل زمان متداخلين كل واحد عنده رأي، لكن أنا عندي رأي وحيد بس اللي هو طرح الأحمال يا أخوي محمد. نعم. كان نتحملوها لازمة مع بعض، نحن عارفين في مشكلة في الشركة وفي مشاكل وصايرة أمور، لكن كان اللي بين يتوحدوا على الكلمة هذه راه ساعتين ثلاثة كل منطقة، قصدي في مناطق والله العظيم ما يندروا عليها الضي يهرب ولا ما يهربش، احنا اللي حاصلين فيه احنا في طرابلس. نخلصوا في الضريبة احنا بس يا اخوي محمد، وسكانها قريب 3 مليون طرابلس. لا هو في مدن اخرى، في مدن اخرى شاركوا معنا مواطنين من هذه المدن ويقطع عليهم، مثلا في مصراته قال لك سبعة، قال لك 7 8 ساعات، في زليطن قال لك 13 ساعة 18 14 خمس قال 7 ساعات، غريان 7 ساعات. لكن اخوي محمد نبدو واضحين، باش نبدو واضحين وفارشين الورق كله، قصدي طرابلس اكثر مدينة هي متحملة العبء، هو عرفش علاش يعني. يا هم يحاربوا فيها يا ما يبوهاش، يبوا يلزوا أهلها من مكانهم، قصدي ما يجيش عيب، اتقوا الله في الناس يا عبد الله قولهم. طيب شكرا لك، نتمنى رسالتك تكون وصلت للجميع يا بدر، شكرا لك. ابن مصراتة، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، خير يا أخوي محمد. أهلا وسهلا بك. تحية ليك، تحية للكادر الفني في قناة التناصح وكل المشاركين في قناة التناصح، ونحيي من هنا الاستاذ محمود عبد العزيز، ونحب نحب نقول كلمه من غير استاذ محمود عبد العزيز وهي كلمه مضبوطه. يا سيد محمد يا اخوي، الكهرباء لما قال السيد محمود عبد العزيز قال لك فعلا مصر امتى كانت ازمه الكهرباء نتاعها؟ لما بدوا يحاربوا في مرسي رحمه الله عليه دكتور مرسي، لما جاء المجرم السيسي هذا اصبح ضيم عش يعرف، كذلك المنطقه الشرقيه لما حاربوا الثوار من القياده المجرم هذا حفتر، حاليا منطقه الشرقيه ما عادش تعاني بازمه الكهرباء. طرابلس معقوله يا سيد محمد لما كانت الحرب ما كانش يهرب هيك؟ معقوله بعد التحرير يوصل ل 15 24 ساعه؟ هنا في يد خفيه يا سيد محمد، والله في يد خفيه، والله العظيم، والله يا سيد محمد لو تشكي لك حتى على مشاكل الثوار، حاليا اصبحوا الثوار ميليشيات ويهزوا فيهم. يا سيد محمد الثوار قلت قاعدين دمهم، قاعد دمهم في طريق المطار وفي المطار وفي الدنيا في جميع جنوب طرابلس حاليا يلزوا فيهم، والله يا سيد محمد ما نسكر عليهم التموين الثوار، والله يا سيد محمد للاسف الشديد. طيب من يتحمل المسؤوليه يا اخوي؟ من يتحمل المسؤوليه؟ من اللي يتحمل المسؤوليه؟ حشاك المجرم هذا حفتر الزمره اللي موجوده هنا، راه طرابلس عانت الحرب جنوب طرابلس، لكن داخل طرابلس السود قاعد داخل طرابلس سيد محمد حاش الشرفاء اللي في طرابلس. شكرا لك، شكرا شكرا، بارك الله فيك يا ابن مصراته، ان شاء الله تكون رسالتك وصلت. حنين عبر الفايبر، السلام عليكم يا حنين. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الله يسلمك، والله شيء متعب يا استاذ محمد، شيء متعب اللي صاير، كتروا على موصوهم، لا نافع حكومه السراج ولا حكومه اتني ولا تيجينا هالبلاء. حتى فرحنا ان الغرب تحرر مشاكل بسبب الدوله العميقه والخلايا النايمه
والمفسدين اللي يحطوا فيهم يشدوا مناصب لحتى هو قاعدين يحطوا في المفسدين في الأرض. مش متحشمين لا من الناس تعاني ولا من مرضى ولا ديشن. هادو بشر، هادو بشر ولا مش بشر؟ يا سبحان الله. طيب نعم يا حنين، كيف وضع الكهرباء عندكم في أي منطقة حضرتك؟ أنا يعني مضطرة ما نقولش حتى وين نسكن، لأن يعني طرابلس، خلينا نقول طرابلس. البلاء ابتلينا بحكومة السراج، وابتلينا بحكومة التني، والناس تعاني، والمجرمين والخلايا النايمة، يعني والدولة العميقة، شيء خضر عليه الصفر عليه. تشن الدلاوي اللي ما يخافوش ربي، تحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. المواطن يعاني، تدمر من كل النواحي. تشن هي الميزة اللي درتها لنا يا سراج ويا حكومتك، ما فيش ميزة. البلاد تعاني، حسوا. شكرا لك، شكرا. احنا تعبنا شهادة لله. قلنا للغرب الليبي، قلنا الغرب الليبي تحرر. باي كيف تحرر والضي قاعد يهرب والمية تهرب وبلاوي والقمامة منتشرة. شكرا يا حنين، اتمنى رسالتك وصلت، كان الله في عون الجميع. حنين عبر الفايبر. وليد من طرابلس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ محمد. اهلا وسهلا بك اخوي وليد. بالله عليك منوك حاجات الأولى كهرباء سببها من زمان، باي من قبل. مش أن الدولة العميقة قاعدة موجودة في ليبيا من بداية الدورة، ما تتنحش دولة عميقة، قاعدة من الناس الموجودة خاصة جهات الوسطى، أنا يخلف الدولة، أنا يبقى يخلف الدولة موجودة الحالة هي موجودة من زمان. مش بيش عاجوا هادوا لأسبابها هي، مش أن الدولة باش جاءت في خمس سنين ما عادوش موضوع الكهرباء، موضوع الكهرباء، موضوع العقود، موضوع غاز الطهي، شو ثاني في هالبحاشات، السيولة النقدية. معقولة ليبيا دولة جهادية مش عشان فيها؟ وين الدولة؟ وين الدولة أخي؟ معقولة لو حرب طرابلس عام وشهرين بعد حرب طرابلس دوليها شهر ونص، معقولة مش خدمات الليبيين؟ فهمت الأمر عنه الليبي لغاية أبدا يعانوا. مطلعنا مدخل شرقية بعد حرب السود الشوفة، بعدين حرب مدخل شرقية، حتى الليبيين راح يعانوا، هم يجي يعانوا. ماذا تتحرر البلاد؟ والناس تتحرر. مش كان الحكومة نفسها هي مسؤولية كبيرة في جواسيس في ليبيا، هم اللي يخدموا الامارات وفرنسا وروسيا ومصر. شكرا يا وليد، بارك الله فيك، اتمنى رسالتك وصلت. من معنا يا شباب؟ يوسف عبر الفايبر، السلام عليكم. يوسف من سبها، اهلا وسهلا. مرحبا سيدي، كيف حالك؟ اولا نشكركم على هذه البرنامج. يعني بنتكلم على وضع الكهرباء في مدينه سبها، نعم، في المنطقه الجنوبيه بشكل عام. تفضل. للأسف سيدي الكهرباء الآن في المنطقة الجنوبية وفي سبها تحديدا هي ثلاثة مقابل ستة، يعني حوالي ست ساعات فقط كهرباء في اليوم. أيضا الكهرباء هذه مش جديدة الآن، المشكلة ما هي جديدة في مدينة سبها، والسبب طبعا السبب المباشر. كيف ثلاثة مقابل ستة؟ يعني يجي ثلاث ساعات ويهرب ست ساعات. نعم تحديدا هكذا هو. وفي بعض الأحيان يستمر الكهرباء الانقطاع ليوم كامل. يعرف الجميع أن الآن سبها تعاني من أزمة كبيرة وهي أزمة كورونا. نصف عدد كورونا اللي موجود الآن، معلش أنا بنوضح حاجة، معلش، نصف عدد كورونا المصابين في ليبيا هم موجودين في الجنوب الليبي. الآن المستشفيات اللي الآن العزل وغيرها، للأسف عدم وجود الوقود اللي هو الديزل النفط اللي تغذية المحركات، لتر الوقود بخمسة دينار، الكهرباء مقطوعة بشكل مستمر، حالة إنسانية تمر بها مدينة سبها بشكل كبير في كل مناحي الحياة. للأسف الوقود بثلاثة دينار، غاز الطهي بمئتين وخمسين دينار، والكهرباء تقطع للأسف من بعض المدن اللي متنمرة. أنا أعتبرها مدن متنمرة، بعض المناطق. طبعا الهدف هو هدف سياسي، الواضح والمعلن أنه هدف سياسي لإسقاط إدارة الشركة العامة للكهرباء أو لإفشال منظومة الكهرباء في ليبيا. شنو السبب أن بعض المدن الآن ترفض طرح الأحمال؟ ليش الآن عندما يتم ربط الكهرباء بعض المدن والمعروفة واللي تم الإعلان عنها من خلال الشركة العامة للكهرباء، لماذا طرابلس والجنوب الليبي فقط لا يتم، ما فيش، لا يقوم أهله بقطع التيار الكهربائي أو بالدخول إلى المحطات الكهرباء؟ وهذه تم من خلال ميليشيات حقيقة متنمرة، يجب إعادة هذا الوضع. هذا سيء جدا. شكرا. الكهرباء هي عصب الحياة سيدي.
شكرا لك يا أخوي يوسف، ورب يكون في العون بصراحة، وخاصة أهلنا في المنطقة الجنوبية، كان الله في عونكم. شكرا لك. علي من مصراتة، السلام عليكم. حييك أخي محمد، نحيي كل الناس المشتركين. حياكم الله أخوي علي، تفضل. الله يعافيك. أنا ممكن عندي ممكن ثلاث ولا أربع نقاط في عشان بنقول لك أنت تتحمل في المسؤولية، تسأل من هو يتحمل المسؤولية؟ يعني من يتحمل المسؤولية؟ المسؤولية أنا بالنسبة لي أنا شخصيا كل يتحمل المسؤولية من الحكومة، لأن الحكومة للمجلس الرئاسي وللرئيس المجلس الأعلى للدولة. هذا متحمل المسؤولية ما يحدث الآن. أنا بقطع التيار على 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 المدن بالكامل يعني. والنقطة الثانية، الناس اللي تتكلم يقول بعض من المدن، بعض من المدن يقول لك والله ما خشوش هذا الأحمد. فهو على سبيل المثال في مصراتة هذا ينقطع البي من 7 إلى 9 ساعات يومي. هذه نجي على مصراتة يتكلم على مدينة، بس يقول مدينة فرعية ما فيش داعي هناك، ما تقول لك مدينة ما تنفعش الأحمد. على حسب اعتقادي كل المدن يخش الخشاف الأحمد. طيب، أتمنى رسالتك وصلت يا سيد علي، شكرا لك. منير من بنغازي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا منير. بالنسبة لدبي يا أخوي، الدبي مفتعل. نعم؟ الدبي مفتعل يا محمد. خير الدبي؟ الدبي مفتعل. الأزمة مفتعلة يعني. مفتعلة. طيب شكرا لك، رأيك منير، شكرا لك. جمال عبر الفايبر، السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. حاك أستاذ محمد. بخير والله الحمد لله. أنا والله مع الرأي اللي يقول أن الأمر مفتعل بصراحة، وما ليش عارف في الإدارة، في أحد في الشركة، فيه أمور وراها أيدي خفية واستخباراتية من الدول الإقليمية والخارجية، كله باش يكرهونا في 17 فبراير، باش يكرهونا في البلاد. هذه خذها من الأخير، أنا ما عنديش، هذه خذها من الأخير. بعدين الأخير بس نقول عليه بدليلها وبدليل السفن التركية. نعم يا جمال. السفن بتاعت الكهرباء، الدعم الكهرباء التركية، شنو صار فيه؟ مش قالوا وصلنا، مش قالوا تدعم البلد وعلى أساس إنه كذا وكذا، وين؟ ما سمعنا شيء جن، وما سمع وصلن فعلا، وما فيش اي اتفاق معهم. شكرا يا جمال، شكرا لك. احنا من دروس عليه، شكرا. الناس اللي تحتاج الاجابه، شكرا لك يا جمال. ايمن من طرابلس، السلام عليكم يا ايمن. السلام عليكم يا ايمن. نعم يا ايمن. طيب ام محمد من بنغازي، السلام عليكم. السلام عليكم يا ام محمد. اهلا بك يا اهلا وسهلا بك يا ام محمد، تفضلي. نحن بالنسبة بنغازي نحن راه محبسيننا والضي طافي ديما. ضي طافي ديما في بنغازي؟ ديما طافي، راه حتى مغبرة. مش مطراب بسبة إسرائيلية، بصفة عامة تشكي وتعاني. الله يكون في العون إن شاء الله. والله ما قادرين نتكلموا، وذبح وقتل ويجيبوا في قناة الحدث، هي هنا يا مهناك، حفتر راهي بنغازي تعاني. كان الله في عونكم، شكرا لك يا أم محمد من بنغازي، الله يكون في عونكم إن شاء الله وفي عون جميع أهلنا في المنطقة الشرقية وكل المناطق. منال، السلام عليكم. منال من راس لنوف، السلام عليكم. أيوة، كيف حالك يا أخويا؟ أهلا وسهلا بك يا منال، تفضلي. أهلين، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، أهلا وسهلا يا منال. سؤالنا اليوم، من يتحمل مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي؟ المسؤولين اللي مجمزين على كرافيت وخلاص. أنا بنقول لك على حاجة بس يا أخويا، أنا بنشكرك على البرنامج، وأنا أحب مصرات الموت حاجة اسمها مصرات، وربي ينصركم بالسلام. شكرا لك يا منال، إن شاء الله ربي ينصر شبابنا ويقويهم إن شاء الله. من معنا يا شباب؟ أحمد من الخمس، السلام عليكم يا أحمد. نعم يا أحمد من الخمس. مرحبتين يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا أحمد، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله بخير والله، تفضل. أهلا وسهلا أحمد. والله الكلام هذا نبو ثورة داخلية، ما نبو ثورة نتاع الحدود اللي ما عشنا نبوها.
الخضر هم اللي ماسكين المسكين جميع المناصب، ماسكين في الكهرباء، ماسكين في الجوازات، ماسكين في المصارف، ماسكين في الانيه، والثوار قاعدين يموتوا على الجبهات. بالله عليك يموتوا على الجبهات وهم قاعدين ماسكين من لاورا، كان في فلوس، كان في كهرباء، كان في يعني جميع مؤسسات الدوله هم اللي ماسكين الخضر، ما حد يكذب علينا، يكذب علينا السراج، يكذب علينا مانو المشري، يجوا يتكلموا على البترول بس، الناس تموت، الناس تتفجر في جنوب طرابلس، الناس تتفجر في كل مكان. وبالله عليك يا رجل شوف الحالة كيف صايرة، ويجي يتكلم لك على البترول بس، بشاغة يطلع يتكلم لك على البترول بس، المشري يبدأ يتكلم على البترول بس، تبين الكهرباء ما تتكلموش عليها والله كيف الناس اللي تموت هذيها في الجنوب، اللي في جنوب طرابلس يموت والله ما يتكلموش عليهم. المقابر اللي في التترهونة بالله عليك ما يتكلموش عليهم، والله ما وين عايشين هذوما، والله ما يحسش بالناس والله كيف، والله ما غرف في ثورة داخلية، والله حتى على المفارق تو حاطينهم والله ما ينفعوا، شكرا والله يا خضر كلهم قاعدين. شكرا يا احمد، اتمنى رسالتك وصلت يا احمد من الخمس، شكرا ليك. يوسف من يفرن، السلام عليكم. يوسف من يفرن، السلام عليكم. شو الامور؟ اهلا وسهلا، يا مرحبا. شو الاخبار؟ ماشي عم. الحمد لله بخير. من يتحمل مسؤولية الأزمة هذه، أزمة التيار الكهربائي يا أخو يوسف؟ الدولة. طيب كيف الوضع عندكم في الجبل وخاصة في مدينة يفرن؟ والله ضي فيه، هو يهرب ساعتين ثلاثة ويجي، قصدي مفروض غلط، مفروض فيه ضي، هو في مناطق البرة في أحمال كهرباء لكن ما يهربش عليهم، لكن احنا فيه عصابات وتهرب في الضي وتطفي في التاك، ومفروض الدولة تتحمل مسؤولية وتشوف كل شيء هم. شكرا لك يا أخوي يوسف من يفرن. يعني نتمنى فعلا الأزمة هذه يعني تنحل، لأن المعاناة للجميع وتشمل الجميع. واليوم بصراحة كانت معنا المداخلة تمثل كل الجغرافيا الليبية من الشرق ومن الجنوب ومن الغرب، جبل نفوسة، من طبرق، البنغازي، سبها، يفرن، زليطن، مصراتة، هذه المدن طرابلس كذلك وغريان أيضا. فشكر لكل من تواصل معنا وحاول يوصل رسالته، وكل من حاول أيضا تواصل معنا وما حصلش، وفي ناس هلبة ما عندهاش تغطية وما عندهاش نت لأن الضي حاليا فاصل. فللأسف والله كان الله في عون الجميع، وإن شاء الله تكون رسائلكم كلها وصلت للمسؤولين على هذا القطاع، على الأقل نشوفوا حل خلال الأيام الجاية. شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة، إلى لقاء آخر، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.